ما كانت الثورة الفرنسية حدث صار بنهار أو بليلة أو حدث ابن ساعته، إنما كانت سلسلة من الأحداث اللي تطورت وعلى فترة. والحركات الاحتجاجية الأولية اللي بلشت ضد الحكم الملكي ظلت تكبر لامتدت على كامل الأراضي الفرنسية، خلصت بتفكك المجتمع والدولة، كما أنه نشرت أفكار جديدة عن الحرية والمساواة والإخاء. وهالشعارات الثلاثة قطعت الحدود الفرنسية وصارت بمثابة ثالوث قائم بحد ذاته كمعادلة سريعة الانتشار والتفشي بمختلف الصالونات والمحافل الأوروبية. الملك راح، والأرستقراطية من ناحية الألقاب كمان راحت، والكنيسة الكاثوليكية اللي كانت مربعة على رأس الهرم كسلطة روحية وحيدة وموازية بالنفوذ للملك أي السلطة السياسية، تم فصلها تتابعا عن هالدور إلى أن صارت غير مؤثرة على حياة الأفراد ويومياتهم. أسباب الثورة كتار وفي إشياء تراكمية لربما عمرها سنين، أما السبب الأساسي اللي خلى الناس تنزل على الطريق بأول حركات احتجاجية كانت الأزمة الاقتصادية اللي كانت مبلشة من فترة طويلة. وأسباب الأزمة الاقتصادية كمان كتار، بس من أهمهم كان خسارة فرنسا مصاري وعتاد وعسكر بحرب ضد التاج البريطاني، بالحرب اللي انعرفت بحرب السبع سنين، وكمان بسبب الديون والاستدانة لدعم المستعمرات الإنجليزية الانفصالية لـ 13 على الأراضي اللي موجودة بغرب الأطلنطي، واللي قررت هالمستعمرات إنه يصيروا مستقلين عن بريطانيا ويأسسوا الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعاً الفرنسوية ما كان طلع لهم شيء بالمقابل، إلا أنه كانت فرصة انتقام من عدوهم التاريخي بريطانيا. فرنسا أفلست والناس جاعت ونزلت على الطرقات، وبمحاولة لرد المتظاهرين بيدعي لويس السادس عشر لاجتماع للجمعية العامة بال 1789، وكانت نية لويس أنه يعمل إعادة تنظيم للضرائب وبركي بفوت مصاري على الخزينة وبيرجع بكفي بصهراته. والجمعية العامة آخر مرة اجتمعت كانت بال 1614، يعني من شي 175 سنة. بس النقمة كانت كتير كبيرة عند الشعب، وحملة انتقاد الملك والمملكة ومرت الملك والنظام الطبقات كانت مبلشة من 4-5 سنين، وما تعاطى لويس مع المطالب بشكل يرضي الطبقة الثالثة اللي كانت بتشكل حوالي 98% من سكان فرنسا. وبالتالي بتأدي الظروف انه يعلنوا نفسهم التجمع الوطني الوحيد، مستسنيين بهالخطوة كل الهرمية الاجتماعية اللي بيفرضها النظام الإقطاعي اللي كان معروف باسم أونسيان ريجيم. بس لنقدر نفهم الخلفية التاريخية للثورة الفرنسية لازم نعرف كيف كانت فرنسا قبل الثورة، كيف كان شكل المجتمع، ليش كانت أحوال الشعب مزرية، وشو هي الأسباب اللي جابت الثورة الفرنسية، هيدي الثورة اللي غيرت أشكال وأنواع الدول والحكومات بالقرنين الثامن والتاسع عشر.